وحالي نين دادكي هورا كمي دها ايات جمع وحو جمعية مال العظيم مال فربضا ثم صنع يوما طعاما لأهلي وقعد على سريره مال فربضا بو سمي مركز وقري وين وقرح بنا ديستي مالك دمو يعني وحو سمي سنيب يعني وليموين يصب يعني ضياف دياري ودادكي بو دياري أهل كيساها مركز واسقنا ماشان وسرير تيسي كفر يسي وكرسي سرير تيسي كرسي جيب كيسي بو ساو وفر يسجي أنا كي ماشى بقر كا يعني كتلنا يحولها بدناه أيقون هرتي سيف ديانا مركز عنتد عنا يا وحي كلا الدنيا عنتدها عجيب كها بعنا يامو وايه أسوون هالكي بقصة هذا يوم مركز ولقها سايس وسارتي دي وحنو ضد أسعى مرتقى ذي عنتد نسميه وحنو جري أيه وحنو مالنا أسعى إسكاله مركز سريت وكجيف هذا كو مركز وحير نفتي سيف الله شاك نفسي وحقوس ودعه نبتي سب وحوي لتمتع راحي سوف قد جمعت لك ما يكفيك وحكو فلا انت عمر يا قدما وكو اولو يوم كو شقيه اسك راحي زمركان انا شقد بقبن ما يا ولا خوله فر بدن با يا لبنغيو خوله بدن وان ديارسده دي نبتي سب كلي هوس اهم بولا هادليا اسك راحيس فعن راحي انه مركا كو دمن مله فبينما هو كذلك اذا قبل ملك الموت في زي مسكين ملك الموت دا مركي بسو امادهو يريدو سو استاغا اسغو صوره مسكين لفقر على الباب الباب كو سو قرع اي فخرج اليه بعض الغلمان نينكي يعني حولها بدل لها ويلشي سي ميد كاملها او سو بخاي فقالوا له وحيدا ما حاجتكم حنا دونيتا فقال لهم وحيدي ادعوا الى سيدكم اي ادعوا لي ادعاي هي ويرو الى سيدكم وانين مسكين وعلى الله حنو مركي يردو تاقي مركي لقفر يا رب حاربتا نينكي سباشا سيدك كاها وان روائي يقو يير فانتهروه يعني وي عنامتان وقالوا حيلان مثلك يخرج إليه سيدنا ما أبوه كله سيدك أنه أصبحيا وارواد إذا بدران تاقي يقو يير وحال مدني مدحوينا واربح ماشا كدقاق أديك الله أحباط أركيسا واب الله الرئيب هاي قال وحيل النعم ورأناه كلو إيه ما ذا يعناه كلو إيه رأي إيه رأي نين كانوا الناس كوكل صندق البلاش بقول على الحين هاي موي نين كوكل صندق وملك مودوي أمر إلهي بوطاوي مرحبا مركوا يبكي عبان فجاءوا وي ما ذا فأخبروا سيدهم بذلك وحال نين مسكين وعلى الحين بيريد تاجنه وحلي إيه رأي فقال وحلي هلا على ربتمو وقاسوا كلوا على كراعي ما هو كراعي وقاسوا كلوا مية لقاه الشيء فعاد وصان غذا نكيم مسكين كهايو يعني فقرع الباب قرعا شديدا مر لبعد الباب قرع يسكوا عليه سحوق وصو قرع وصير هراء نهين فخرجوا إليه ويصو بحين فقال وحي إلى أخبر سيدكم أشجع أني ملك الموت إن أنا رو ملك الموت نهاي أشجع هاي أشجع أبوي مرحبا فلما سمعوا منه ذلك مركي مغلان وقع على الجميع الذل هرت كل واد بدل باقود عوالا وضا نحي ودخل عليه ملك الموت مركي بدلق بسو يريه اهي اهي ننكي بو اي مدبو هذا نفتي ورائنو كقال فلما احضر مركي لسوحة ذري اموال مالكي وربحوين بالحوله كان اهي وحي بالها بايد نعيها لقى سوتوري مالكي يسيبو في ريه تحصرني وتعسر وقال وحو يري ده نفتي والله قادر ربا وو قاعد من كاي قينتي إنه قادر مال كيف الله الله يلعن كل الله من مال الله كل لعنة بدون مال كانوا أي لعنة إلهي هو كود عدو أي أشغلتني وهذا الشغل ليس عن عبادة الرب عبادة إلهي بعد كم مشغول ليس واحد يقبض ماله هلا الدنيا هذا مرك وركلا تكتو حد هو أدون إيدي بلاي الله كبر الدنيا بركة مال واحد أدا إلها أم بعدين مرك دونس فأنطق الله المال مال كيف إلهي كهذا الشيء وقال وحيري أي لما تصبني محاذي عايزة وقد كنت تدخل على الملوك اي بي وترد المتقين اني سببت اذا بقران او غلي جيتو لو سو دوين جيره وهبل ما دحدو ده نينك مالك لا وي جعل هنا موته نينك مالك لا سيدي سو رئيس اسا ياهو هذا دولته يعني رغ خولها لا اد بي قدريان ود لعلن ما نينك لا ما علي حفظ ياهو سوما مركه بقرادات او غلي جيتو اني سببت اذا وترد المتقين متقين تو مركه كوي ماذان والعلن جيتو ام هذه لو ييرنا وديدي جيس وقد كنت وحده تنفقني مد يبحي في سبيل الشر ما اشحون ودن بعد يبحين جرتي يا فلا امترع منك ولو كنت انفقتني في سبيل الخير خيرك ودني سعداد يبحين لهي لنفعتك حدا ان كنت انفع لهو ثم قبل ما قبل ملك الموت روحه
ملكو مودة انت امركو مالكي كوها الليبو نفتو ننكي كاقالي واي وانسرفه وانا لا تقل مركا الدوية سلا امبو وقتك يا قفكو واي.